خلينا نحكي. لا الطفل عاصف كان حلمه انه يجري مكالمة مع لاعب كرة القدم والحارس ياسين بونو. اليوم راح يتحقق حلم عاصف. بحكي عربي. بحكي عربي. يلا علي صوتك. بحكي ياسين. احسن والله ياسين. والله انا بحبك يا ياسين. بحبك والله، انت قدوتي بالنسبه. نفسي اشوفك يا ياسين. والله انا من حلمي اني اشوفك. انا صادر موعدك، روح شوفك الساعه 10. متى ان شاء الله حبيبي. بقول لك بدي اجي. نفسي اشوفك يا ياسين. وعليكم السلام. انا بالمنتخب. احلى منتخب مغربي. ايش صار معك؟ حققت حلم من احلامي اني اكلم ياسين بونو. يا الله. بسم الله منصدم. مصدوم؟ مصدوم. يا الله. ليش بتعيط؟ لا خليك يا بابا، خليك يا بابا، خليك عيط. لما ياسين بونو ايش راح يصير لك؟ والله بروح اجري. بروح اطلع. طب رجلك رايح، كيف بدك تجري ورجلك رايح؟ يا الله لهالدرجة. والله بحب ياسين بونو. ايش؟ بحب ياسين بونو. الله يسلمك. لو على رجل واحدة بروح. لو على رجل واحدة راح تروح له؟ بروح. يا الله، هذا عشق الطفل. وانا صغير كمان حتى شجعته في كأس العالم 2022 قطر. الله يسلمك. شجعت المغرب وفي البلنتيات تقول يعني ولا كرة دخلت المرمى. الله يسعدك، الشفاء الثامن إن شاء الله.